الملاحة النهرية وسيلة عملية للنقل غير الطارئ، لكن كيف نقلل انبعاثات محركات هذه السفن؟ الأسطول التجاري النهري يتطور كثيراً، انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عنه أصبحت أقل من الشاحنات التي تؤدي نفس المهام، لكن هناك المزيد. هنا في رومانيا هذه الشركة التي تعمل على تنقل 500 مركب على نهر الدانوب تشارك في مشروع بحث أوروبي لجعل السفن أكثر خضراراً. إننا مضطرون للقيام بهذا التحديث، لأننا بخلاف ذلك سنكون خارج السوق. على سفننا تنفيذ لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة بتلوث الهواء والضوضاء وأكاسيد النيتروجين وغير ذلك. موقع مدعوم من قبل الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ وتزايد الضغط على المجتمعات المحلية على ضفاف الأنهار، لكن خفض انبعاثات الزوارق مهمة أكثر تعقيداً من الشاحنات. بالنسبة للملاحة في المياه الداخلية، ربما هناك سفينتان أو ثلاث من النوع ذاته، لذلك من الصعب على الشركات المصنعة إجراء بحوث مخصصة لها، وهذا ما نريد تسهيله. هدف المشروع هو الحد من انبعاث ملوثات السفن من خلال دعم صناعتها، وسنرى إمكانية الحصول على تقنيات قياسية تتكيف مع كل القوارب. المحركات مصممة لتدوم 40 سنة أو أكثر، لذلك استبدالها تماماً أمر مكلف للغاية. تركيب الفلاتر هو الخيار الأفضل لمحاصرة الغازات الدفيئة والهيدروكربونات غير المحترقة والجسيمات. نهدف إلى توحيدها استخدام مرشحات ومحفزات موحدة. نريد خفض التكاليف بنسبة 30%. إنه هدف مهم نعتقد بإمكانية تحقيقه حالما يتم إدخال هذا المنتوج في السوق. بالنسبة للتثبيت، هذا سيخلق تكاليف كبيرة لأنه يجب تثبيت هذه النظم في السفن. هناك الكثير من التحسين أيضا. استهلاك كميات أقل من الوقود هو خط آخر من العمل. يستخدم العلماء هذه المجسات الهيدروغرافية لتحديد كيفية تحسين كفاءة طاقة السفن. يتكون هذا الجهاز من جهازي استشعار، أحدهما لقياس سرعة السفينة بالنسبة للمياه والآخر يقيس العمق، وترسل هذه البيانات عن طريق الكابل ثم عن طريق الواي فاي إلى الجسر، حيث توثق المؤشرات وتنقل لاسلكياً إلى خادم مركزي يقع في بلجيكا. يتم جمع البيانات من 10 سفن على نهر الدانوب واثنتان من على الراين. تحليلها يتيح تحسين سرعة السفينة على بعض الطرق النهرية وتوفير المعلومات بشأن كيفية تطور الأنهار. المتخصصون مهتمون حقاً، لأن 30% من تكاليف النقل تقريباً ترتبط بأسعار الوقود، لذلك بالإضافة إلى كونها أكثر ملائمة للبيئة، هناك حافز اقتصادي لاختيار أفضل مسار وأفضل سرعة للحد من استهلاك الوقود. يأمل الباحثون أن تكون السفن الأنظف والأرخص بديلاً جذاباً للشاحنات لخفض الازدحام المروري وتحسين نوعية الهواء.